ازيكم يا جماعة، معكم ده بنج احمد. النهاردة انا هوريكم الابديت الجديد بتاع ماينكرافت. هي معظم الحاجات فيه مش كلها. هنبدأ اول حاجة بالكون كون دوت ك... كون دي... كون ديت والهارت اوف ذا سي وناو تيتشل ايه ناو ت... ناو تيل على العموم يعني. في هنا تيرتل شيل. اول حاجه دي لازم تكون تحت الميه، ده كورال المفروض يعني قديم يعني من ابديت الابديتين فاتوا مع السمك دول. اتمنى نسيت اجيب حاجه عشان تعملوها. الاول محتاجين تجيبوا هارت اوف تسهيل، انا مش عارف نجيبها ازاي، والشيل التانية دي برضو انا مش عارف اجيبها ازاي. الاول محتاجين الكرافت دي عشان تعملوها. هاتوا الهارت اوف تسهيل في النص وهاتوا الشيلز دي كده كلها حوالي اللي حصل اهي معمول. وتاني حاجة انتوا محتاجين البلوكاية دي، أول لازم تنزلوا تحت تبنوا بلوكتين لفوق أو بلوكاية مفرقتش، بس انها هتعرف تبني. انك تبني تحت بمية دي حاجة صعبة جدا يعني. بس كأنها اندر بورتل. يلا تروح مكسرين ده، حطيني بتاعتي هنا هتلاقوها بتنور اول ما تحطها البلوكات دي، بس لو كسرتوها هيحصل كده. دي السلحفاة اللي هناك دي، دي برضه هوريها لكم، لسه نازلة برضه. دي تعمل لك حاجة مش عارفة ايه هي، تعمل تخليك تشوف بس وبتنور. وده كائن جديد طيب بيعيش بس تحت المية شبه الزومبي، بس عمر ما شفته طلع فوق. تعالي هنا في دي الترسل شل، لبس بتخليك تعمل ووتر بليدنج لمدة 10 ثواني بس. ودي برضو في الابديت القديم حاجة بترميها، دي سي ترتل ده البيت بتاعها ده عشان تأكلها. كل حاجات بقى هوريها لكم في الفيديو. دي بقى الإج بتاعتها عشان تقدروا تكبروها كمان، عشان لما تكبر لما تفقس تطلع بيض كتير، بس متوقفوش عليها عشان يحصل كده المفروض انها تتكسر. حاجة زي كده معرفش دي بقى هتتكسر عشان ولا مش هتتكسر عشان كتير. ولا عشان هي كتير فهي مش هتتكسر بسرعة. دي قديمة أصلا يعني من أبديتين برضو تلاتة،
شبه البو، قوية جدا وبتشتغل تحت المية. السمكة بتنفخ الحاجات، بدل ما تنزل لتحت تطلع لفوق. تنزل لما تكون قريب من البتاع اللي هناك دي، دي بتخليك تشوف بالليل. وبعدين دي حاجات بقى بتأكلوا بيها الترتل، مش محتاجين كل ده خلاص ولا ده حتى، عايزين بس دول. دي بقى الترتل اهي، ما بيحبوا ياكلوا دي سي جراس. فيتها نفس صوت لما واحد ياكل. تخلوها بقى مع حتى هيتجوزوا ويطلعوا له عيل صغير او عيلة معرفش، بس تلاقيهم عاملين يقربوا من بعض. بس طلع عيل صغير، ازاي عملوا بيضة بس معرفش راحت فين، تقريبا تحت الأم. مش شايف اي حاجة بس يمكن لا مفيش حاجة، ما اعرفش بقى احطوه فين، ما اعرفش. دولت بقى حاجات عملوها جديدة برضو، بتفرق تحت المية. ايه ده كيف؟ كيف تحت المية؟ دي رملة، دي لو كسرت هينزل شوية. ونسى كريفل دي بقى بتخلي بتشد الحاجات لتحت. وبص مثلا لو حطيت حاجة هنا مثلا نحطها، بص بتشدنا، ودي هتبقى وحشة جدا في السرفايفل. بص عشان تاكل تحت بقى وحرقك، عشان دي بتحرق، دي ماجما بلوك. يعني لو حطينا مثلا ترتل هنا اهي تشد لتحت، سو شوية بتشد بس مش كتير اهو، يعني اتحرقت اهي. طب شوية ولا احنا بس كبرنا الحتة؟ بصوا تشد لتحت بتموت اهي. ده جريفل يعني هيا عمالة تضرب. بتقعد طويل نسيت ده سيجرس، أكيد مش هي اللي طلعته. دي سمكة صغيرة جريت هي. وآخر حاجة السول ساند، ده بيطلع الحاجات لفوق مش لتحت. مثلا اهو طارت لفوق، واحدة بتشد وواحدة بتطلع، بس بتطلع أسرع. حتى لما تيجي تشوفه، لما تشوفه دي هتلاقيها بتطلع أسرع ما بدي بتنزل. هو في حاجة ما كلمناش عليها، بلاش في سورج دي بتخليك أبطأ
بطيء جدا او مش جدا اهو. خلاص 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 تعجلنا. شكرا ان انت اتفرجت على الفيديو، يا تكون اتعلمت حاجة جديدة. مع السلامة.